الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. التركيبة المحصولية في مصر متنوعة، واحنا عندنا محاصيل استراتيجية يعني الحمد لله في إنتاجية فيها مرتفعة، لو جينا نتكلم على محصول القمح، القمح من المحاصيل اللي فعلاً العلم قدر يحقق طفرة كبيرة جداً في إنتاج الأراضي الزراعية من القمح. وفي جهود كبيره جدا بيقوم بيها علمائنا من خلال الجهود البحثيه اللي بيتم تطبيقها على ارض الواقع. مش بس القمح احنا عندنا محاصيل وجودها ومخزونها لازم يكون مخزون امن. احنا بنستورد لكن بنستورد بسبب زياده سكانيه بسبب محدوديه في الموارد احنا مساحتنا من الارض الزراعيه مساحه ثابته. لكن بما اننا بنقدر ننتج وبنقدر نوفر قدر كافي من المحاصيل الاستراتيجيه فده يعتبر المحصول الامن او المخزون الامن ايضا مصر في المحاصيل السكريه قدرت انها تنجح وقدرنا ان احنا نزود من انتاجيه الاراضي الزراعيه والفلاح كان بيقوم بدور مهم جدا بتجاوبه مع الباحثين بتطبيق الارشادات الزراعيه لسه محتاجين مجهود لسه محتاجين نشوف يعني معدل متوسط مرتفع بمعنى ايه؟ انا عندي انتاج مرتفع في الحقول الارشاديه لكن المتوسط العام دايما بيبقى منخفض عن الحقول الارشاديه بسبب انخفاض مساحات كثيره وكبيره من الاراضي الزراعيه. ده معناه ان المعلومه مش واصله للجميع ان مش الكل بيطبق هذه المعلومات اللي بينجح وبيزود انتاجه هو اللي بيتبع التوصيات الفنيه الدقيقه وايضا بيتعامل مع تقاوي او بيزرع بتقاوي معتمده من وزاره الزراعه او من مركز البحوث الزراعيه. ده اللي فعلا بينجح. النهارده كمان احنا عندنا مشكله جديده ان محدوديه مواردنا المائيه، حصه مصر من مياه نهر النيل ثابته. وبالتالي انت محتاج ان انت تدير حصه المياه بطريقه علميه دقيقه، يبقى معروف كل قطره مياه بتديني انتاج قد ايه. مفيش تفريط في استهلاك المياه او في استهلاك شره. للمياه في محاصيل بتبقى متهمة إن هي شرها في استهلاكها للمياه وعلى رأسها محصول الأرز لكن مش الأرز فقط إحنا عندنا محصول قصب السكر محصول قصب السكر مهم جدا مهم اقتصاديا لأن أنت بتوفر منه جانب كبير جدا من احتياجاتك مهم لأن في محافظات الفلاح فيها أهم حاجة عنده زراعة القصب صعيد مصر طيب النهاردة انت تحل المشكلة دي بتطبيق التوصيات الفنية وان هي توصل لعمق صعيد مصر توصل عند الناس دي يبتدوا يستخدموا التقاوي الحديثة يبتدوا يجهزوا الارض قبل معاد الزراعة ويتابعوا آه على مدار الموسم الري آه لما بنشوف محصول قصب السكر للأسف في مساحات كتير جدا بيروي الارض وهو مش شايف المحصول لان هو خلاص القصب موجود عنده في الارض الزراعية وبالتالي هو بيروي الارض آه وبيشوف اول الخط او اول الغيط فقط دي كلها معاملات عاوزين نشوف ايه الجديد فيها عايزين نطبق الحديث في العلم علشان نزود الانتاج وعلشان نحافظ على مواردنا اللي على راسها المياه ده بالاضافه ان الارض الزراعيه لها قيمه انت ارضك الزراعيه آه ليها قيمه اذا كانت هي ارض آه ايجار او ارض آه ملكك هي في الاخر الناتج بتاعها ناتج قوم لكل المصريين هي ملكك وارضك، لكن احنا كمصريين بنستفيد منها، بنقدر نوفر منها احتياجاتنا، بنعيش على هذه المحاصيل. النهارده احنا هنتكلم معاكم عن المحاصيل السكريه، عن دور معهد المحاصيل السكريه في هذا التوقيت، كيفيه وصوله الى المزارعين، ايه هي اهم التوصيات اللي بيوصوا بيها المزارع في هذا التوقيت. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الزراعي المباشر.